مشاهد تنفس معها الجميع الصعداء توثق الاتفاق التاريخي لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب النزاع، غير أن العالم عاد ليحبس أنفاسه عقب التطورات التي تشهدها مدينة أوديسا، حيث قالت مصادر عسكرية أوكرانية أن روسيا أطلقت 4 صواريخ من نوع كالبر على المدينة الواقعة جنوب غربي أوكرانيا. ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط صاروخين. كييف سارعت إلى تحميل موسكو المسؤولية الكاملة في حال انهيار اتفاقية تمرير الحبوب. وأعلن الجيش الأوكراني أن القصف الروسي لم يسفر عن خسائر كبيرة في البنية التحتية في الميناء، لكنه أصاب منشأة لتخزين الحبوب في ميناء أوديسا. فيما اعتبرت الخارجية الأوكرانية الهجوم الروسي صفعة لتركيا والأمم المتحدة، قوة وتوقيت الهجوم أثارت استنكاراً دولياً، إذ دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ما وقع في ميناء أوديسا، داعين الأطراف إلى مواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق إسطنبول. بدورها طالبت السفيرة الأمريكية في كييف بضرورة محاسبة موسكو على قصفها للميناء، مشيرة إلى أن روسيا تواصل استغلال الغذاء كسلاح في النزاع. بيان استنكاري آخر صدر من بروكسل، إذ عبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استيائه من الهجوم، مضيفا أن ما حصل يبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية. ومنذ اندلاع الأزمة في شهر فبراير من العام الجاري، تكدست ملايين الأطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية لعدم إمكانية تصديرها بسبب النزاع، وضع كاد ينذر بأزمة غذاء عالمية.